التواصل يستمر مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، وينطلق شوطنا الثالث عشر في تعداد أشواط صباحية هذا اليوم، وهذا الشوط الذي خصص للإبكار الصعوب إلى للإبكار المشتركات إلى المقدمة وإلى المركز الأول. المقدمة والمركز الأول، وهنا على الصدارة الأولى ركز يا الليبي هملولة ناصر بن هزيم بن محمد المسافري، بينما في المركز الثاني الشاهنية حمد بن سعيد بن حمد المدوشي حديد متواجدا إلى المركز الثاني، بينما في المركز الثالث وتابع مهدية راشد بن مسعود بن ناصر المالكي، بينما في المركز الرابع شو هذا اللي بيركز لي على هذا الرقم، اركز لي على هذا الرقم اللي غادم، قالوا المذيع مغلطها، الله يسامحكم. بينما ناخذ الوصول في هذه اللحظات ايضا متابعين الكرام من الشاهنية سالم بن سعيد بن كاسب المسافري، ولكن عودة الى مقدمة الشوط، عودة الى هملولة 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 على الصدارة الاولى، هملولة على المركز الاول، ولكن هنا في المركز الثاني وتابع اللي غادمة هذه هي مهدية راشد بن مسعود بن ناصر المالكي. واللحظات الاخيرة، اللحظات النهائية، خلاص خلاص خلاص، هنا النهاية، المالكي يبحث عن الفوز. سلام وتحية احترامي لأهالي السلطنة، إلى أهالي السلطنة يستاهلون هذا الفوز، يستاهلون هذا الانتصار، تحياتنا لأهالي ميدان الدريز، إلى أهالي ميدان الدريز ينتزعون الفوز والانتصار. المركز الثاني، إذا أيضا وصلت في المركز الثاني، كان الوصول متابعين الأعزاء في المركز الثاني، وصلت هملولة المركز الثاني اللي هي هملولة ناصر بن زين بن محمد المسافري. المركز الثالث كان الوصول من الشاهنية لعلي بن سالم الكندي. هذه هي النتيجة للثلاث المراكز الأولى. التوقيت الزمني عطنا إذا دقيقتين و16 ثانية. تهانينا والناموس للجميع.